أي واد السبت التابع لبلدية قرايا ولاية تيبازا والضواوير المحيطة به تنعدم بهم كل المرافق الضرورية للعيش الكريم، فلا تزال تفتقد إلى طريق معبد وإلى قنوات صرف صحي وكهرباء وغياب الماء. دوار واد السبت اللي يضم أكثر من 5 دواور، أكثر من 6000 نسمة، لا ماء لا غاز لا كهرباء لا قنوات صرف صحي، الوقت هذا البلاسي ريزيستونس تريسيتي تروح كامل على هذا الدوار. السينيسمو راه يمشي في وسط الدوار ما باش كاع وين راه يروح. الماء راه نجيبو به بقوت قوت. كرهنا من هذه المعيشة، عينا ما ديكلاري عينا ما نمشيو. اللي يجي يقول لك نترشح ندير نواسي هي ما كان والو. هذا مخسر ما نقدرش كي تحشتا الغرقة بزاف وفي الصيف الغبار وما نقدرش حتى نروحوا لي كل نكرهوا نروحوا لي كل الغبار وكاع حوايجنا يتوسخوا في الشتاء. رئيس دائرة قرايا طمأن الساكنة وأجاب. قمنا في الأسبوع الماضي بزيارة ميدانية مع مصالح تقنية للدائرة اللي باش نشخصوا جميع المشاكل اللي راهي تعاني منها المنطقة اللي هي منطقة واد السبت والمصنفة كمنطقة ظل، وإن شاء الله نباشروا في سجل العمليات اللي باش نخرجوا الحي هذا إن شاء الله من العزلة بغرار المشاريع التي تم إنجازها من قبل سنة 2020 والمشاريع اللي راهي ديجا مسجلة في برنامج 2021 إن شاء الله. على أمل الالتفات جدية من المسؤولين يبقى سكان المنطقة يأملون في غد أفضل.